هاي، واهلا وسهلا فيكم بمطرشو جديد باجواء طبيعيه حلوه كتير. واليوم اجواءنا هي المانيه، مش بس بالطبيعه، بالسياره كمان. رح نتعرف سوا على النيو مرسيدس بنز اي كلاس، ولكن السيدان سياره لقت نجاح كتير كبير بطرازات السباقات، فطراز 2020 اكيد واعد. فيديو كليب ونتعرف عليها ونشوفها بتقرير مفصل. سنة 1997 أطلقت مرسيدس بنز الجيل الأول من A كلاس كأول طراز هاتشباك مدمج من إنتاج الصانع الألماني، وبعد تقديم جيل تاني اعتباراً من سنة 2004 وجيل ثالث اعتباراً من سنة 2012، انطلقت A كلاس بجيل الرابع سنة 2018. واللافت أنه الجيل الجديد متوفر حالياً بالأسواق ولأول مرة كهاتشباك وكمان كسيدان حسب الرغبة والحاجة. وبالنسبة للفئة سيدان يلي بتستفيد من جسم من 4 أبواب جانبية إضافة لصندوق خلفي مستقل، فهي صارت تعتبر كأنتري ليفل على مستوى سيارات سيدان من إنتاج مرسيدس، بعد ما كان الدور عم ينلعب من قبل CLA. تصميمياً A كلاس سيدان تستفيد من شكل حلو مع خطوط سلسة وناعمة ومع مواصفات جذابة بتدل على عائلة مرسيدس إذا فينا نقول. وتعتبر الواجهة الأمامية رياضية مع إنارة LED بالجهتين الأمامية والخلفية، بتكمل الأشكال العصرية المنوعة. ومن الجوانب من الممكن ملاحظة الأقسام الثلاثة لهالسيدان مع بروز الإطارات قياس 17 إنش بالحد الأدنى، وصولاً لقياس 19 إنش في حال الرغبة. ومن الملاحظ انه قاعدة الاطارات يلي بيبلغ طولها 2.80 متر بتشكل جزء كبير من طول هالسيارة المدمجة، ويلي بتستفيد من رفاريف قصيرة بشكل بيعزز الطابع الرياضي. بالانتقال لداخل مقصورة A كلاس سيدان المخصصة لخمس ركاب، واللي ممكن تستفيد من سقف بانوراميك، شعور الانشراح عالي، خاصة انه المهندسين استغلوا كامل المساحة الداخلية لرفع مستويات الراحة، علما انه المقاعد ممكن تستفيد من نظام تحكم كهربائي بالوضعية ومن نظام مساج داخلي. اكثر من هيك، تستفيد المقصورة من عزل صوتي وحراري ناجح ومن نسبة اهتزازات كتير منخفضة. ومن ضمن التجهيزات المتوفرة نظام إنارة داخلي بيتبرمج حسب الأجواء المطلوبة، وآي سي بيظبط الحرارة أوتوماتيكياً مع مراوح كتير قوية، وكمان مع إمكان اختيار درجات مختلفة للحرارة بين جهة اليمين وجهة اليسار. وبيبرز جهاز الموسيقي يلي بيتمتع بنقاوة صوت عالية ونظام هيد-أب ديسبلاي يلي بيعرض المعلومات الضرورية للسايق بشكل إنارة رقمية على الجزء الداخلي من الزجاج الأمامي. وتكنولوجيا المقصورة مزودة بشاشة عرض لمعلومات القيادة وبشاشة للترفيه قياس 7 إنش تشتغل باللمس مع نظام MBUX وتحكم صوتي ببعض التجهيزات إضافة لبلوتوث وتجهيزات تواصل رقمي وخمس مداخل USB. ومن الممكن إضافياً الاستفادة من نظام فتح تلقائي لباب السايق ولباب الصندوق الخلفي كمان من دون استخدام أي مفتاح تقليدي، والخيارات المتطورة يلي بتتوفر عادة بالفئات الفخمة والكبيرة من سيدان مثل نظام ركن السيارة بشكل أوتوماتيكي كامل موجودة اختيارياً بأي كلاس سيدان مع مجموعة من الكاميرات ومن أجهزة التحسس والاستشعار. ميكانيكياً بتستفيد مرسيدس A كلاس سيدان من محرك توربو بسعة لترين بيولد 188 حصان مع عزم بيبلغ 300 نيوتن متر. الترانسميشن المتوفرة أوتوماتيكية وبتتكون من 7 نسب أمامية مع كلاتش مزدوج لزيادة سرعة الانتقال بين نسبة ونسبة ولمنع هدر الطاقة كمان.
الدفع بيتم قياسياً بالإطارات الأمامية مع إمكان اختيار الدفع الرباعي إضافياً في حال الرغبة. ومن ضمن تجهيزات السلامة المتطورة إلكترونياً والمتوفرة قياسياً كاميرا تصوير خلفية ونظام تحذير من خطر وقوع حادث اصطدام أمامي مع كبح تلقائي بالحالات الطارئة، وكمان نظام بيراقب حركة عينين السايق وبيطلق تنبيهات سمعية وبصرية بمجرد ملاحظة أي تراجع بمستوى التركيز. ومن الممكن إضافياً الاستفادة من نظام تعتيم أوتوماتيكي للإنارة المعكوسة عبر المراية الوسطية، ومع نظام بيكشف المخاطر الجانبية بمحيط أي كلاس من خلال مجموعة من أجهزة التحسس والاستشعار، وإضافة للكروز كنترول يلي بيضبط سرعة الحركة أوتوماتيكياً بحسب حركة السير، تتوفر أي كلاس سيدان الجديدة مع تجهيزات سلامة إضافية تانية، من بين مثلاً نظام الحفاظ على خط المسار مع تدخل بالمقود كمان، ونظام تأقلم تلقائي مع السرعة القصوى ومع طبيعة الطريق، وغيرها من الأنظمة المتطورة. وبإمكان السايق كمان اختيار سسبنشن متأقلمة بتبدل أساوتها وهامش انخفاضها بحسب السرعة والضغط الجانبي وغيرها من المعطيات. ومن خلال وضعيات القيادة المتعددة المتوفرة، تعديلات برامج التشغيل بتشمل كمان المقود والترانسميشن وسرعة تجاوب المحرك، ومش بس السسبنشن. بالنسبة للأداء، تتمتع مرسيدس بنز أي كلاس سيدان بهيكل متين وخفيف بنفس الوقت، وبمحرك عصبي كفيل بإطلاق هالسيارة الصغيرة من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 6 ثواني ونص بس. وتعتبر المكابح فعالة مع دعسة دقيقة تسمح للسائق بتحديد نسبة الضغط المطلوبة على المكابح، ومن الممكن التوقف من سرعة 100 كيلومتر بالساعة بمسافة بتبلغ 35 متر بس، وهيدي نسبة كتير منيحة بالفئة يلي بتنافس فيها هالسيارة الصغيرة من إنتاج مرسيدس. ومن الممكن الاستفادة من تجهيزات إلكترونية لمنع الانزلاق لتحسين الثبات والتماسك. أي كلاس سيدان الجديدة سيارة ألمانية عصرية وجذابة على مستوى الشكل الخارجي، وآمنة ومريحة من الداخل، والأهم أنها متطورة تكنولوجياً وبتتمتع بأداء نشيط، وهي بالتأكيد عم تفتح صفحة جديدة بتاريخ طرازات الفئة A يلي صارت ناضجة أكتر من السابق من كل النواحي. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.